السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية الستائر في المنام. أولا، تفسير حلم الستائر في المنام للعزباء. تفسير رؤية الستائر في الحلم للفتاة العزباء لها عدة مؤشرات ودلالات مختلفة، حيث عندما ترى الفتاة العزباء أنها تقوم بشراء الستائر تدل على الزواج القريب، ورؤية الستائر أبيض اللون في المنام للفتاة العزباء تدل على أن حياتها مليئة بالفرح والسعادة، ورؤية الفتاة العزباء أنها تقوم بتركيب الستائر في الحلم تدل على الزواج وتحول حياتها نحو مستقبل أفضل. وعندما ترى الفتاة العزباء الستائر في المنام بألوان زاهية جميلة تعني السعادة والسرور بالنسبة إليها، ورؤية ألوان الستائر زاهية وفاتحة في المنام للفتاة العزباء وبالأخص اللون الأحمر يدل ذلك على العلاقة العاطفية المستقرة، ورؤية الستائر في المنام باللون الأخضر في المنام للفتاة العزباء تدل على وجود شخص صالح يتميز بالأخلاق والدين. تفسير حلم الستائر في المنام للمتزوجة. رؤية المرأة المتزوجة بأنها تقوم بشراء الستائر تدل على زيادة الرزق والمال، ورؤية المرأة المتزوجة في منامها العديد من الستائر الجميلة يدل على زيادة عدد الأبناء، ورؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بتركيب الستائر في المنام يدل على المستقبل المشرق والباهر. تفسير رؤية الستائر ملونة باللون الأزرق في المنام للمتزوجة تدل على الصحة والعافية. تفسير حلم الستائر في المنام للحامل. رؤية المرأة الحامل بأنها تقوم بشراء الستائر في المنام يدل على بشارة بالخير، ورؤية الستائر باللون الغامق في المنام للحامل تدل على أنها ستلد ذكرا، أما رؤية الستائر بالألوان الزاهية والفاتحة تدل على أنها سترزق بمولود أنثى، ورؤية المرأة الحامل أنها تقوم بتركيب الستائر في المنام يدل على قرب موعد ولادتها وفرحتها بمولودها. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.